ده عمر، ده تاريخ. انا شاب عاش 1000 عام، سيد يوسف وهاب لما كتب في مذكراته عشت وقت مش وقتي بقراياتي وكده. عايز اقول ان الحاجات دي من وانا صغير كنت كل مكسب، انا اختلف عن الاخرين بفضل الله، ان انا كنت كل مكسب اي قرش ما اروحش اجيب بنطلون واجيب وزهزه نفسي وكده، اروح اسهر سهره النهارده اجيب ايه، لا كنت احوش واحاول اجيب بضاعه. يعني ايه بضاعه؟ احاول انمي الحاجه اللي عندي. كان عندي شجره شويه صغيرين، النهارده عندي اطنان. كان عندي 500 مجله، عندي النهارده حاجه عظيمه، مجلات صور فوتوغرافيه بتجمعها الاصليه، مش المعموله دلوقتي على النت، الاصليه بوقتها. لان انا بقول ان الجرنان والصوره والحاجات دي وثيقه، وثيقه. النهارده السيديهات والحاجات دي كلها ممكن تتدرب، وممكن تحط اشخاص مع اشخاص ويحصل لعب في الصوره، لكن الورقه يعني زي ما بيقولوا ايه، وثيقه. اكيد بتكسب، ما بتكسبش ليه؟ بس مكاسبها منها فيها، باكل كويس، بلبس كويس، عايش حياتي كويس. لكن مش طب، ما عنديش عربيه، ما عنديش شقه تمليك، شقه ايجار، والحمد لله مبسوط، لكن عايش كاني غني جدا، لان عايش بعمل رساله. وده الفرق بين شاب عنده هدف وعنده سعي عايز يأديها، وشاب ها ما عندوش هدف وبيكسر نفسه وبيكسر مقاديفه وعايز يوصل لاعلى المراتب من غير ما يتعب ولا يجتهد ولا حلم. ده الفرق. في فرق بين شاب بيحاول وهو صغير ها يتعلم ويشوف شغله ويبقى كويس، وشاب كل همه ان هو يجيب فلوس من اي طريقه، من مخدرات باي طريقه مش كويس. وده الفرق الكبير بين شباب زمان وشباب دلوقتي. نفسي من الحاجات اللي عندي دي افيد الناس اللي حواليا او افيد اهل بلدي. نفسي اعمل معارض يعني تنور الطريق للشباب اللي هو مش عارف يبدا منين. انور طريقه ازاي؟ انور له عقله، افهمه، ارجعه. اذا كانت المدارس والمدرسين ها عايزين الفلوس ها وعايزين الدروس ها وتاخد الشهاده برقم عاليه ولا رقم صغيره ها، اذا كان انت عايز تتجوز يبقى عندك شقه وعربيه ها، اذا كان يبقى عندك احلام وما عندكش اساسيات، لازم نعلمه الاساسيات. جورنان حدث، مجله حدث، وثيقه حدث، صوره فوتوغرافيه حدث، ونجيب كل فئه من فئات الشعب يجيب تاريخها الاصلي. ومش انا اللي هقوله، مش كلام مرسل، ده التاريخ اللي بيقول، الوثيقه اللي بتقول، لا عبد الناصر بيقول ولا نجيب بيقول ولا الملك فريد بيقول ها ولا حسني بيقول، كل الزعماء مش هم اللي بيقولوا، ده التاريخ اللي بيتكلم. انت شوف واحكم، انت شوف واحكم على تاريخك، عشان ما تبقاش ماشي شايف قدامك ضلمه، هتخبط، هتخش في مخدرات، هتخش في سرقه ها، هتخش حاجات مش كويسه. انا كلامي كده يعني طبيعي، ان انا ابن البلد، فبقول يا ريت الاقي مكان اعرض فيه حاجتي ببلاش مجانا. انا عايز الورق اللي عندي يتكلم، ينطق، يتحرك. تعالوا يا شباب شوف جدك كان بيعمل ايه، ها شوف اجدادك كان بيعملوا ايه، ازاي كان في جهل وفقر وفي حب، ازاي كان في جهل وفقر وفي عزيمه رجال، ازاي كان في جهل وفقر وفي حلم نبقى احسن. ها فين ده؟ فين ده؟ انت ليه يا شاب رابط نفسك بحجر ها انك عايز كل حاجه تبقى سهله وتنام؟ لا.